أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. أنني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، هذه عقيدة، عقيدة الفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سميت الناجية لأنها نجت من النار، كل الفرق في النار إلا هذه الفرقة فهي الناجية، الناجية من النار. نعم.